مرحبا بكم في طنجة. أنا من غزة طبعا، جيت هنا طنجة كبلدي الثاني، وأنا وزوجتي نتمتع بالإجازة تبعتنا، ونتمنى السلامة لأهل المغرب كلها ولأهل غزة إن شاء الله. كيف جاسك أجواء ليالي الصيف؟ ليالي الصيف حلوة كتير بصراحة، متمتعين فيها، الجو ظريف وجميل جدا جدا، يعني ممتع، فكرنا بأجواء غزة حقيقة، يعني غزة جوها تماما مثل هذا الجو، فنتمنى أن نعود إلى غزة برضه. شكرا. احنا من الجالية الإسبانية، دائما تنجيو هنايا تندوزو الكونجي ديالنا دائما طنجة، تنحمقوا عليها الدراري دائما، هذه هي الواجهة ديالنا دائما كل صيف، ما تيبغيوش يبدلوها، الصراحة رائعة، فيها تغييرات مزيان، الكورنيش غزال صراحة، الله تنظيم ديال باش نمروا مع البوليس، يعني كاين الأمان الحمد لله، الله يخلي لنا بلادنا وعاش الملك. المهم صراحة الغلا كاين في واحد الجهة وكاين في واحد الجهه عاود اللي هي مزيانه، بحال هنايا في هذا الكورنيش شويه، ولكن في بلاصه اخرين عاديه، الثمن مناسب، الثمن مناسب. لا عامره ما شاء الله، عامره بالناس ما شاء الله، ما شاء الله، كل شيء ترانات عامرين، الطرقان عامرين، كل شيء كل شيء ما شاء الله، كل عام هكذا ما شاء الله، دائما حنا تنجيو. جميله جدا، ومدينه جميله ونظيفه وناس طيبين. اي دوله؟ أنا من العراق العظيم. الأجواء في العراق حارة جدا بالصيف، فنجي طنجة نغير أجواء لأنه الجو هون جميل جدا، معتدل وجميل. البحر والمحيط شيء جميل جدا، سواحل جميلة ونظيفة وناس طيبين، أعيدها وأكررها. كل شيء جميل، كورنيش، مارينا، الشوارع، بس شوية تنظيم الشوارع، يعني السيارات شوية تمشي سريع، هذا الشيء الوحيد. جيت من الداخلة، الصراحة الأجواء هنا زوينة بزاف، جينا ندوزو العطلة هنايا الحمد لله، والأجواء الصراحة عجبتنا بزاف، الأجواء الصراحة عجبتنا بزاف، الجو هنايا زوين والناس تبارك الله بزاف والجو في مارينا عجبنا بزاف صراحة، حسن وليداتنا فرحوا الحمد لله، داك هو الفضل من عند الله سبحانه وتعالى. أثمنة مناسبة الصراحة، ما كاينش ديك الغلاء بزاف، المهم الصراحة الشمال زوين، يعني فين ما مشيتي نفس الأثمنة نفس هذا، ماشي حيت زعما الشمال بالعكس الناس مجاتها بزاف وكل شيء الحمد لله، زعما الأثمنة مناسبة، حتى في الريستورات وهذا ما لقينا زعما شي غلاء نيت. يعني داكشي اللي تروج له ما كاين منه والو؟ لا ما كاين منه والو صراحة، ما كاين منه والو، زعما الأثمنة مناسبة الحمد لله. والاجواء هنا زوينه الصراحه، انسان صراحه الاجواء زوينه بزاف. مدينه وجده، جيت هنايا لطنجه تقريبا، هذا هو العام الثاني اللي كنجي عندي هنا في طنجه، يعني كنشوف الناس كيهضروا في السوشيال ميديا كيقول لك طنجه خاويه، الغلا، بزاف ديال الحوايج، يعني ما منهم والو. انا جيت هذا العام طنجه كما موالف، كنجي لها غير كيف كيف. هذا العام ما كانش شي فرق كبير، كان هي فري كان شويه الناس ما جاوش، بصح ماشي كل شيء، يعني طنجه عامره، بحورة عامرين، اوتيلات كلشي عامر تقريبا، راه كتجي ريزيرفي ما تلقاش. واش غادي نقول لك، يعني الهضره ديال السوشيال ميديا كتبقى في السوشيال ميديا توجور، فوق ما نجي لطنجه القلب ديالي كيتفاجا كما نقولوا حنا. انا من مدينه فاس، جيت مع العائله، تعرف الاجواء في فاس تكون سخونه في هذه الايامات، ولكن جينا لهنايا عجبنا البحر، عجبنا لا كورنيش، السهرات زوينه الحمد لله، تنبدلوا المغرب ديالنا زوين بصراحه. ما نقدروش حنا يجي الصيف، ما نقدروش يجي الصيف وما نجيوش المدينه من المدن الشماليه، لان تتمزج بالجماليه ديالها والطبيعه وبالاضافه للبحر. المهم تنبدلوا حنا اللي في الداخل، تنكونوا متشوقين اننا نجيو للمدن الساحليه. كاينش شي اثمنه مرتفعه؟ لا عاديه، تغدينا على برا، حنا عاد وصلنا هذا النهار وتغدينا على برا، الاثمنه مناسبه، كل شيء مناسب الحمد لله. حنايا جينا لطنجة اون فامي، جيت تلاقيت الخوت وجيت تلاقيت العائلة هنايا، تجمعنا والأجواء زوينة، جينا من فاس، فاس شوية سخونة، هنايا شوية كاين البرودة، كاين الجو زوين، كاين البحر، وجيت نتجمع شوية مع لا فامي هنايا، وأجواء زوينة اون جينيرال مزيانة. اخويا اش نقول لك، جدا الاجواء كنعيشوا اجواء زوينه بالنسبه للناس، حتى دابا تخرج بالليل كتلقى بحال دابا مثلا الكالم، الهدوء، تريح فيما بغيتي، يعني ما كاينش لي هذيك بالنسبه للامن والامان،
صراحة الله كنت غادي لإسبانيا وجيت لهنايا صراحة الله وعجبني أجواء. خويا قال لي ما تمشيش وصراحة الله خرجت اليوم كانت سارة عجبتني طنجة بزاف، يعني شحال من سنة ما جيت لطنجة واليوم البارح جيت كنت غادي لإسبانيا ومن جيت جلست مع خويا ريحت معاه ويعني وعجبتني طنجة شحال هذه ما جيت لها ولكن من جيت لها اليوم عجبتني صراحة الله. والله إلا بغى يقطع لي بي والله العظيم صراحة الله عجبتني طنجة بزاف يعني شحال من سنة ما جيت ليها.